دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفل، الأخبار الإيجابية، يا رب نهار الخير، السعد، الموجات الإيجابية. اليوم 21 ديسمبر، الشمس نورت الجدي، أول الكواكب اللي وصلت للجدي الترابي. وقت الشمس راهي تنور برج، يعني وقتها تبدأ احتفالاته بأعياد ميلاده. يا سيدي كل عام وانت بخير، يا رب يكون الشهر ممتاز جدي، إن شاء الله تحقق أمنياتك أحلامك، وإن شاء الله الفرحة زيدة تنور حياتكم. أخبار سعيدة تستنى فيكم أنت وباقي الأبراج الترابية، كيف الثور عذرات تحل في وجوهكم ببين الفرح في القريب العاجل. وأول أخبارنا للحمل، مازال القمر ينور خطويتكم، نهاير ممتاز جايب لك معاه كان الأخبار الطيبة. الثور ما نحبكش تتسرع في أحكامك، شوية وقت والخير يبان. الجوزاء يوم جيد فيه الحركة، طاقة برشا نشاط، هو عام 2023 كان فيه الخير، خلي عاد العام اللي بعده. السرطان وقيد تصرح الحبيب، وقيت تقعدوا تواجهوا مثال شراو كنت تحكيوا تتناقشوا علاش تخليها في قلبك. والأسد الحلول المهنية موجودة، وعلى فكرة فما الفلوس مبلغ مهم في القريب العاجل. العذراء تتغير الأحوال مع انتقال اليوم الشمس البرج ترابي اللي هو الجدي صديق، ومن يوم غدوة تعيش انفراج لا جاي على البال ولا على الخاطر. الميزان راهي الحلول موجودة لكل مشاكلك المهنية، نهاية العام يوعدك بانفراج فراج كبير، وكان على عقرب الحظ الجيد يرافقك نهير الحركة البركة والأخبار السعيدة. وحاليا نحن في آخر ساعات عيد ميلاد القوس، بحكم أنه تنتقل اليوم الشمس البرج ترابي، ومن يوم غدوة وبعد غدوة تتغير حركة الكواكب مع انتقالهم للجدي. وكيف ما حكينا أنه اليوم هو الأول الكواكب الوسطى هي الشمس، اليوم زاد القمر منورتنا من برج ناري اللي هو الحمل الصديق. أجواء ممتازة ليك أنت قوس وكل الأبراج النارية. إلي جدي راهي أيامات الخير في الطريق، أيامات كلها حظ والمستقبل يبشر بالخير، وكان عدلوا أحداث إيجابية، أيامات ممتازة تستنى فيكم. ونختموا مع حوتنا الحوت الرومانسي، من غير تخميم أنت الأفضل، أنسى كل الأفكار السلبية وركز في المفيد. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.